طيب يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم. ويب 2 دروب بوكس بي اتش بي، احنا فيها صح؟ في المحاضره الماضيه اخذنا ما يقارب النص هذه السلايدات، وصلنا عند المثال تبع الجدول، وقلنا هذا المثال راح نعمله بطريقتين. فبدي منكم تكونوا مركزين في الموضوع اللي بشرحه، لانه اذا فهمتوا بتفهم باقي الاجزاء، ما فهمتوش مشكله. اذا ما فهمتش اللي انا بدي اعمله لقيت مش الفرق بين الطريقتين اللي بنحل فيهم، فبتكون عباره عن يعني ممكن ما تفهمش باقي المحاضرات. هذا الجدول يا شباب بدنا نعمله بالبي اتش بي، ماشي؟ الجدول هذا بتكون من كم تي ار زي ما انتم شايفين؟ كم تي ار كان فيه؟ اثنين صح؟ كل تي ار منهم فيه ثلاثة تي دي. الطريقة الأولى عشان تحل هذا الشغل هو إنك تشتغل كله من الأول بي اتش بي. الطريقة الثانية تشتغل اتش تي ام ال وتضمن جواتها بي اتش بي. نعمل بالطريقتين وبعدين نشوف مين أفضل ومين أقرب للواقع. بس نستنى نشغل المشروع تبعنا. أنتوا إيش شعبة؟ شعبة 101. أول شعبة حضرته؟ هذه أول شاوة تقول إيه؟ ماشي. 101 هاي شعبة 101. افتح هاي المشروع اللي اشتغلناه المرة الماضية، وسكر هذا. اشتغلنا هذا معكم صح؟ تمام. الآن بدنا نعمل مثال للتيبل. فايل نيو نسميه ايش؟ تيبل اكزامبل، ماشي؟ تيبل المطلوب يا شباب هذا هو صح؟ اول شيء هو فتح لي بي اتش بي، بدي اشتغل بي اتش بي، يعني بدي اعمل ايكو للتكست اللي بده يرسم لي هذا التيبل، ايكو للاتش تي ام ال اللي يرسم لي هذا التيبل. فايكو لايش؟ اول حاجه هرسم التيبل ده تحتاج ايش؟ تيبل، واسكر تاج التيبل. طبعا بدي اسيب كود. نيجي تيبل بتكون من ايش؟ كل اللي انا قاعد بكتبه يا شباب هو عباره عن تكست. التيار الاول في كمان تيار تاني. التيار الاول ايش فيه؟ في يو تي اتش. كم واحده؟ الاولى فيها كلمه نيم، مظبوط؟ الثالثه الكلمه مش راح تتغير. هذه الكلمه وهي الكلمه وهي الكلمه، هذول كلمات عناوين الجدول ثابتات. بس هل الكونتنت تاع الجدول ثابت؟ اسم الطالب والقسم ومعدله؟ لا، هذا ممكن يكون جاي من داتابيز. فهذول بده يكونوا جايات من المتغير، برافو عليك. بس هذول ثابتات، نعملهم تي اتش ثابتات. هاي تي اتش الثاني اللي جواته كلمة ديبارتمنت، وهان في هذا مش لازماني، في تي اتش ثاني وفيه كلمة ابرش. لأن التي ار هذا بيكون فيه ثلاثة تي دي، ولكن هذول مش جايين من ال مش ثابتات، مش جزء من الاتش تي ام ال. هم جزء او شغلات بيكونوا جايات من داتا بيز او جايات من فاريبل. فبدي اعرفهم هان نيم بيساوي شو اسمك؟ احمد الطاجين. ديبارتمنت سنة سي اس سينس، و افريج نفترض انه جايب 99، ماشي؟ الهان بكل بساطه بقول له هان اطبع لي. ليش انا عرفت المتغيرات؟ لانه هذا الشيء ممكن يكون جاي عندك من داتابيز، جاي عندك من فايل، جاي عندك من ايفر. بكل بساطه بكتب هيك، قادر يوصل للفاريبل يا شباب جوا التكست، لانه احنا اتفقنا انه الدبل كوتيشن اسماء الفاريبل تبين. بس لو هذه سنجل مظبوط، تضطر تفصل وتعمل كونكات، مظبوط صح ولا لا؟ لو انا شغال بي اتش بي مظبوط، مش دي افتح بي اتش بي من جديد تاني، من اصلا فات انا كل شغلي في البي اتش بي صح؟
وهان شو بدي احط؟ وهان في شغله نسينا نعملها انه الجدول هذا بس ملوش بوردر، نيجي نشغل مش راح يشتغل معي، اشتغل ما اشتغلش ما اشتغلش، ليش؟ كيف منو عرفت انا طلع حال في ايرور؟ قال لي في مشكله كونفجريشن، بي اتش بي انتربريتر از نوت كونفجر. انا المره الماضيه مع الدفعه اللي بعديكم حذفت الانتربريتر القديمه، فبدي اعيد خطوتي ايش؟ اختار له انتربريتر فايل سيتنج لانجوج اند فريم وركس، بس تطلع طبعا مش عارف ايش الجهاز تقيل هيك. سكر سكر هذه ممكن سكر هذه بي اتش بي لانجوج تختار ايش؟ انتربريتر، فيش داعي تضيفه من جديد خلص مضيوف صار عندك. واضح يا شباب؟ اي اوكي. لا نرجع نقول له تفضل افتح لي الصفحه. نعم لا مش لازم معناته كل الكود بي اتش بي، اذا بدك تكتب اتش تي ام ال بدك لازم تسكر. وين مدي؟ واضح شباب؟ بس مشكلته ايش هذا؟ ما فيش بوردر، فبدنا نحط له هون بس سكر هذه، هذه نقول له تيبل بوردر يساوي واحد، سكريها ويرفرش. واضح؟ بدي اقول لك اياه نعمل لك كل هذا التكست من هان لهان كانه تكست، انا اعمل له ايكو، هو بيحتوي على اتش تي ام ال اللي برسم الجدول صح؟ هل في مشكله لو عملت هذه لو سكرت هان هيك وهان كتبت ايكو ثانيه زي هيك زي هيك هل في غلط؟ لو فصلت الايكو على الاثنتين في غلط؟ لا، في النهايه هذول الطبعتين راح ينطبعوا صح؟ والبراوزر راح يفهم الاتش تي ام ال اللي جواهم، يعني مش لازم نفس الايكو، ممكن تنظيميا تروح شو بيسوي انت مقسمهم اكثر من ايكو، بس المهم الترتيب تبعها وممكن تسكير التاج في فتحتها. في مشكله يا شباب اللي قدامك؟ اللي قدامك من الاول للاخير عباره عن ايش؟ بي اتش بي، هو بطبع الاتش تي ام ال. الطريقه الثانيه بس خلينا نفصل هذه الطريقه الاولى عن الثانيه، نفس نحط ايش؟ خط. الطريقه الثانيه بتشتغل انت ايش؟ اتش تي ام ال جواته بتضمن بي اتش بي. سكر البي اتش بي اول حاجه تمام؟ لا يشتغل اتش تي ام ال نفس الاتش تي ام ال اللي تعلمناه في ويب 1، اي اتش تي ام ال داخله في ايش؟ في بادي، داخل البادي في عندي تيبل، داخل التيبل في عندي تي ار اول وفي تي ار تي ار ثاني، تي ار هذا فيه 3 تي اتش واحده وهي كمان تي اتش، في كمان تي اتش ثانيه هاي تسكيرتها، في كمان ايش؟ اتش ثالثه وهي تسكيرتها، مظبوط؟ الكلام اللي هان برضه ثابت، نفس الكلام اللي هان نيم ديبارتمنت ملوش علاقه صح؟ مش جاي من فاريبلز نيم وديبارتمنت و افريج، وما تنساش تحطها ليش؟ بوردر بيساوي واحد. هذا التيار فيه كم تي دي؟ هي واحد، هي اثنين، تي دي، وهي كمان تي دي. الآن هذه المنطقة بدي اكتب فيها اسم المتغير، لو اسمه نيم، لو كتبت نيم زي هيك مش شايف. ليش؟ لانه هذه المنطقه هذه انت بتكتب اتش تي ام ال قاعد، فبتيجي على قد النت فيها شايفها تفتح هان بس بي اتش بي، ضروري تسكرها مباشره عشان ما تخربطش. شايف فتحت من بي اتش بي انا؟ في المنطقه هذه عشان اقول له ايكو للنيم. شفت وين فتحت بي اتش بي؟ لان هذا السطر لما يتنفذ الفايل هذا السطر بصفي ايش بس مكانه؟ قيمة النيم. وكأنك كتبت هان أحمد. مظبوط؟ كأنك كتبت له هان أحمد. بس مش كتبت له إياها بشكل ثابت. قلت له جيبها من وين؟ من متغير. صعب؟
مفهوم؟ هان شو بدك تكتب؟ تفتح بي اتش بي وسكرها ضروري مباشره بسرعه ساش و ايكو لل الديبارت صح النت في هاي التي دي الثانيه هان ايكو لمين؟ طبعا بامكانك تكسر هذه الاسفلين عادي هي نقول له ايش؟ بي اتش بي وهي تسكيرتها بي اتش بي وهي تسكيرت البي اتش بي قول له هان ايكو لمين؟ شوف الصفحه كيف صارت نفس الجدول بس اتش تي ام ال كامل ضمن جواته ايش؟ بي اتش بي. الطريقه الثانيه هي الاقرب للشغل. انت لما بتشتغل باك اند بيجيك صفحات مبنيه اتش تي ام ال وسي اس اس جافا سكريبت زي اللي كنا نشتغلها وين؟ هو بواحد. وانت وظيفتك تروح في الاماكن اللي بدك تحط فيها كود تفتح بي اتش بي وتسكرها وتكتب كود على قد منطقها. فهمتوا علي؟ يعني انا ما بشتغلش بالطريقه الاولى بالعاده. الطريقه الثانيه هي الاقرب للعمل. واضح يا حبايبي؟ فهذا الشغل طيب لو انا بدي شيك قلت لك في عندي صوره لا 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 بقول لك هان اي ايمج هذه الايمج السورس تبعها بتغير حسب اليوزر كل يوزر بتظهر له صورته كل يوزر بتظهر له صورته صح؟ كيف بتعرف اليوزر؟ الاي دي تبعه معايا صح؟ واليو ار ال تبع صورته مخزن عندي وين في الداتا بيس بعمل سيلكت لامتداد الصوره صح؟ عند الاي دي هذا في النهايه حيرجع لي سورس وين مخزن السورس؟ قول في فاريبل نفترض انه في فاريبل اي بي اتش بي بعد ما عملت سيلكت من الداتا بيس رحت خزنت السورس هذا في فاريبل اسمه ايه؟ اسمه سورس بيطلع كذا كذا سلاش كذا كذا مش مهم دوت بي ان جي مثلا قلت لك لكل يوزر بدي صورته هذه فاتت صوره شو بتحطها انا؟ السورس كيف اعمله؟ اكتب هيك سورس هي غلط بفتح شوف بدي افتح بي اتش بي هان بدي افتح هان بدي افتح بي اتش بي ضروري اسكر هذه هان بقول له ايكو لمين؟ وضحت؟ بدي اقول لك اياه انه وين ما بدك افتح بي اتش بي وسكرها الكلام اللي النتيجه بتنعطى لميل الاتش تي ام ال واضح؟ واضح يا حبايب؟ ضروري يا شباب لما تفتح بي اتش بي تكون دقيق عارف وين تفتح وعارف انك مسكرها عشان ما تخربش على غيرها هذا الكود اللي قدامك حتى الان صغير قليل لما تيجي تشتغل في مشروع راح يكون كود طويل لو نسيت جوست ممكن تقعد يوم كامل تدور على وين الشيء اللي مخرب لك اياه ماشي؟ في ديبجر بس قصدي خليك زي الجراحين والله افتح وسكرها بالنسبه اللي بدك عشان تكون عشان تتجنب كثير اخطاء نصيحه طيب يبقى هذه المشكله هذا الجو الدول هي حله الاول وهي حله الثاني واضح؟ واضح يا حبايب؟ النقطة الثانية اللي بنشرحها اليوم هو موضوع السكوب تاع الفاريبلز سكوب اكيد مر عليكم في فاريبل لوكال في فاريبل جلوبال في فاريبل ستاتيك بلش في هذه اكس دي جلوبال ولا لوكال هذه اكس جلوبال ولا لوكال جلوبال مش بعرف جوا فانكشن بس هذه فانكشن في عندنا اكس بتساوي 60 مثلا هذه لوكال على قد مين؟ هذه لما بعمل هان ايكو لاكس فانا بقول له اي اكس؟ الخمسه. لما هان ايكو للاكس فبحكي على 60. لو شلت هذه عملتها كومنت هذا بيعطيني ايرور، ما بشوفش اللي برا. نفس الكلام لو هذه عملتها ايرور هذا بيديني ايرور لانه مش شايف اللي جوا. يعني لا يعني من برا بيصلش لللوكال ولا من جوا بيصل لمين؟
ديريك دوك. واضح يا شباب؟ واضح الكلام؟ نيجي ننفذ بيجيبوا لوكال ايش كلو؟ لا لا مختلف يا شباب. واضح؟ ممكن تشوف فنشغل نتاكد اي رن. بس قبل ما نعمل رن بدي احط هان ايكول سلاش ان عشان نفصل الجملتين عن بعض. واضح؟ وكمان هان ايكول سلاش ان عشان طبعا حاجه بعديها تكون مفصوله عنها. طبعا الاولى طلعت ايش؟ 50 هذه 5 وهذه 60. واضح يا شباب؟ حلو كتير. بالنسبه للوكال والجلوبال. أنا قلت لك إنه داخل الفانكشن لا يمكن الوصول لمين؟ للجلوبال. هذا الكلام صحيح إلا إنه في طريقة للوصول لإله لبرا. في البي اتش بي غير البارامتر، في البي اتش بي أري اسمها جلوبالز تعرف أوتوماتيكياً مش من خلال اليوزر. بتم تخزين كل الفاريبلز الجلوبالز جواتها. جواد ما تعرفها يعني. الآن ايش في معرف جواتها؟ مخزن جواتها الجلوبال 5. لو عرفنا كمان واي بتساوي 6 مخزن جواتها. حلو؟ هذه الفانكشن اللي اسمها الاري اللي اسمها جلوبال يمكن الوصول لها من وين ما بدك، يعني بقدر احمي يعني برنت ار. برنت ار هي طريقه طباعه فانكشن لطباعه الاري. ماشي؟ دور اطبع لي مين؟ الاري اللي اسمها جلوبال. الاري اللي اسمها جلوبال. شايف انه مطبع انا قاعد داخل فانكشن. حلو؟ شوف ايش فيها الاري اسمها جلوبال هذه؟ معرفه وجاهزه، هيا فيها اكس، فيها شغلات كثير فوقها شايفها؟ في تفاصيل كثير من ضمن الشغلات ايش فيها؟ اكس وقيمتها 5 وواي وقيمتها 6، مين خزنها جواته؟ بي اتش بي لحاله. واضح يا شباب؟ قال انا بنفع اجي هان واقول له ايكو لا جلوبالز جلوبالز اوف مين؟ في الاكس. يطبع لي ايش هذا؟ 5 لهذه. وصلت لها من خلال مين؟ الاري اللي اسمها جلوبالز. بس هذه هترجع لي ايش؟ 60. بينما هذه 5. واضح هذه القصه؟ يعني هذا تعديل على الكلام، لا يمكن الوصول الى جلوبالز اري داخل الفانكشنز الا من خلال اري جلوبالز. واضحه؟ فنتاكد من كلامنا بس نحط هان ايكو سلاش ان، نعملها كونكات هذه مع سلاش ان عشان يفصلها عن تحتيها. نوقف هذه بس عشان نشوف. واضح قال لي؟ وش هذه طبعت مين؟ 5. بعدين استدعاء الفانكشن هي ايش طبعت لي اول حاجه؟ 5 كمان مره، بعدين طبعت مين؟ 60. واضحه يا شباب؟ مفهوم. مش بس يعني مش بس يمكنك طباعتها هذه الجلوبال، ممكن تعدل عليها. يعني ممكن اجي هنا اقول له بعد ما تطبعها وعدل لي عليها اجمع لها 1 او اجمع لها 3 او اضربها ضرب يساوي 2. وده اجي هنا بعد الاستدعاء اقول له اطبع لي مين؟ بخليها الطباعة وين؟ بعد الاستدعاء هان عشان اشوف قيمتها بعد تنفيذ الفانكشن. شو هتكون قيمتها هذه؟ صارت 10. لا الخمسة هذه هي طباعة الخمسة هي قبل التعديل. ضرب يساوي نضربها في 2. فيش طباعة فوق خلاص. اكس 5 في الأول صح؟ بعدين استدعينا الفانكشن دخل هان ايش طبع عليه؟ الخمسه قيمه الاكس القديمه الجلوبال ضربها في 2 طبع اي اكس هذه؟ هذه بتطبع هذه. لا لا هذه بتطبع هذه لوكال مالهاش علاقه. هذه بتطبع ال 60 بتاعت الفانكشن صح؟ لما طلع من الفانكشن لسه صارت قيمه الاكس هذه 10. واضح؟ فهي انطبعت. وضحت؟ بيلعب في جواله. وضحت الشباب؟
يبقى هذه الفاريبل لوكال ولا جلوبال؟ هذه جلوبال، لا يمكن الوصول لها منها ولكن يمكن الوصول لها منها، صح؟ نفس الحاجه هذه برضو ايش؟ جلوبال. يعني هذه حتديك ايش؟ ايرور. قاعد تطبع اكس مش معرفها، فاهم علي؟ هيك بينفع. مظبوط؟ هذه لوكال، هان يمكن الوصول لها بس هان لا، برا الفانكشن لا. لو عندك فانكشن وفانكشن، هذه فيها اكس ولا فيها اكس؟ في مشكلة؟ هذه اكس لحالها واكس لحالها، مش علاقة ببعض. داخل الفانكشن اي كلها اكس، بتطبع لك بتاعت الفانكشن هذه. طبعا شباب مش 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 شرط اكس. عندك فانكشن واحد وفانكشن اثنين، هذه فيها اكس ولا فيها اكس؟ وين ايكو في الايكو في الفانكشن هذه بتاعتها تبعتها خلاص، وانا تبعتها لحالها. جميل. نيجي نحكي على الاستاتيك يا شباب. هذه بطلت، هذا الموضوع خلصنا منه، هذا الموضوع خلصنا منه. رجع هذول، رجع اي اكس واي اكس بعد بلس بلس، ايش يعني بلس بلس؟ ايش معنى؟ هذه بدي اوقفها. ايش معنى؟ هاي فانكشن بستدعيها مره، بستدعي فانكشن واحد مره مرتين ثلاثه اربعه خمسه، ايش الناتج حيكون يا شباب؟ ايش حيطبع لي هان تحت؟ في مشكله؟ كل مره بعرفها 60 بجمع لها واحد بطبعها 60 بجمع لها واحد بطبعها، صح؟ في مشكله في قدامك؟ لا طبيعي. داجي هان وحط قبل كلمه، قبل تعريف الاكس كلمه استاتيك وشغل، اللي بصير الستاتيك الفاريبل الستاتيك بيتم تعريفها مره واحده، بيتم تعريفها كم مره؟ مره. في اول استدعاء كانت مش معرفه، فعرفها ايش قيمتها؟ 60. زود لها واحد وطبعها، هي استدعاها كم مره؟ ما عرفهاش لانها اوريدي معرفه قيمتها قديش؟ 61. زود لها واحد طبعها، فقد ايش طبع عليه؟ المرة الثانية ما عرفهاش، زود لها واحد وطبعها، فهمت علي ايش الاستاتيك؟ ممكن تقول هيك وممكن تقول بتتم تعريفها مرة واحدة، عملية الانشاليزيشن اللي هي بتصير مرة، أي تعديل عليها بنحفظ، فهمت علي؟ واضح ايش الاستاتيك يا شباب؟ بالتالي الكود هذا اللي قدامك وش حيكون نتيجته؟ هذا صفر واحد اثنين صفر، بالطبع الصفر زود واحد رجع واحد. على هذا بتنفذ كم مره لك الصدر؟ لا مره واحده لان صدق فكل مره بس لو صفر واحد اثنين حيكون النتيجه. واضحه لصدق يا شباب؟ حلو كثير. كيف بتعرفوا؟ نحكي عدد الداتا تايبس اول حاجه. كيف بتعرفوا فاريبل في تساوي خمسة سيمي كولون، دول عبارة عن جملتين، الجملة الأولى بنسميها ديكلاريشن تعريف، الجملة الثانية بنسميها أساينمنت إعطاء قيمة. دول عبارة عن جملتين. في البي اتش بي إجا قالوا بدناش اليوزر هو اللي بنريح اليوزر، بدناش يعمل الديكلاريشن علينا، ما علينا يعمل الأساينمنت. أنا إيش بسوي في البي اتش بي؟ بس بكتب إكس بتساوي خمسة. هلا معناه إنه الإكس مالهاش تايب؟ لا إلها تايب، تايب انتجر. بس ولا حاله عرف. حلو؟ الداتا تايب موجوده في ال داتا تايبس في ال بي اتش بي موجوده. كيف شايفينها؟ العمل مش مظبوط.
مش خاطر هنا لا اطلع حام اطلع حام وحاول طبعا بينك الله ربط عليك بسرعة لا استاذ مش عمها بالجوال احسن شيء لا دبل نفس الفلو هو فلو وفي نال ايش انت في نوع جديد في اس بي والريسورس في الجافا اي لغه تفتحه عشان تقرا الملف تفتح الملف استخدام فانكشن ورجع لك فاريبل مؤشر على الفايل هذا اللي تستخدمه في الكتابه والقراءه البي اس بي هذا المؤشر نوعه ريسورس الداتا تايب تبعه اسمه ايش ريسورس كمان مثال ثاني على ريسورس لما تفتح كونكشن على داتابيز راح نشوف قدام في فانكشن اسمها ماي اس كيو ال اي كونكت تديها يوزر نيم وباسورد بتاعت الداتابيز رجع لك ريسورس مؤشر على على الداتابيز شو الداتا تايب تبع هذا الفاريبل ريسورس واضح حلو يا جماعه الداتا تايب اسمها دي اس بي هنا دولت في فانكشن كل الاحيان كنت محتاج تعرف فاريبل معينه شو تايبها ليش بدك تعرف؟ انت بتكون مش عارف مثلا هذه الفاريبل رجعت لك اياها اري اللي عملتها اري اسف اللي عملتها فانكشن انت مش عارف الفانكشن شو بترجع فبتكون محتاج تعرف الفاريبل اللي رجعت ايش ايش التايب كيف بتعرف؟ في فانكشن اسمها جيت تايب في فانكشن اسمها فار دمب هذه بترجع لك التايب هذه بترجع لك التايب والطول والفاليو نفسه واضح؟ فا اكس شنو هان وهان يعني الدبل كوتيشن او سنجل كوتيشن بفرق لو كان ايش لو كان في جواتهم اسم فاريبل هان بفرق دبل على اكس شنو هان شوف الفار دمب ايش رجعت لي للاكس قالت لي انتجر وهي قيمتها ما رجعليش طول ليش؟ لانه العنصر واحد مش اري اه هذا ايش 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 النوع؟ لود هي قيمته لا فلوت مش دبل كله فلوت البوليان يا ترو يا فول صح؟ الاري هيك تعريف الاري لما قلنا فار دمب للاري قال لي نوعها اري طولها ثلاثة بالنسبة للقيم قال لي عند الاندكس صفر في سترينج طول خمسة كاركتر قيمته عند واحد كذا اه فقصدي عمل فار دمب للاري وللي جواته واضح؟ النل النل ايش هو؟ مين يقول لي النل فاليو ولا داتا تايب؟ مين بيقول داتا تايب؟ تنتين برافو عليك تنتين خلصت النل هو داتا تايب قيمته واحده وحيده هي نل يعني البوليان هو داتا تايب قيمه تنتين يا ترو يا فولس الانتجر داتا تايب قيمه ارقام احتمالاته ارقام النل هو داتا تايب احتمالاته واحده وهي نل يعني نل بتنفع فاليو وبتنفع داتا تايب واضح؟ ايش طيب ايش هو؟ هي هي فاريبل مالهاش قيمه مش فاضيه في بعض الاحيان في فانكشنز بترجع لك نل لانه مش لاقي اللي بدك اياه مثلا او فاليو فاريبل مش قادر يعرف لك اياها ماشي فبحطها نل بحط لك اياها ايش نل طيب هذا الجيت هاب خليني اشرح في اخر المحاضره
عشان انا بدي انه موضوع خلينا نقول بس للفهم اكثر من كم لل يعني مش مطلوب منك في الامتحانات بس بديك تعرفه. بذكركم في شغله، اذا بدك تطبع ويلكم تو بي اتش بي هام بس بتعملها ايكوا، بس اذا بدك تطبع تومورو اي ويل بتحط هذا الكوتيشن، لازم تحط قبليها ايش الداش عشان ما نفكر الشهادي عباره عن سكيلة لهذه، صح؟ عشان تطلع معك في الطباعه زي هيك قصدي، فهمت علي؟ هذا كلام عارفينه. الشغله الثانيه بقول لك هذا اسايمنت يعني تعملوه في البيت تشتغلوا على حالكم. فيش تسليم بس انه يعني حاول اعمله. في متغير اسمه var بقول لك خزن فيه كلمه بي اتش بي توتوريال. قيمه هذا المتغير بدي اشوفها تايتل للصفحه فوق. بحط تايتل للصفحه في التاب. كيف؟ مين يقول لي كيف؟ اديني سيناريو محكم. لا قول لي ايش عاوز؟ تخيل قدامك في ملف مفتوح فاضي. ايش اكتب؟ نوعا تمام انت فاهم بس امورك مش مرتبه. تخيل قدامك في ملف فاضي هيك بي اتش بي بتبلش ايش؟ اتش تي ام ال. تفتح هيد لانه التايتل هون بيجي هيد وبتفتح تايتل. داخل التايتل تفتح بي اتش بي بتسكرها مباشره ايكو للفاريبل. اذا تكون فاليو معرفها في بي اتش بي قبل صح؟ اذا تكون فاتح مسكر بي اتش بي عشان تعرف عشان تعرف فيها الطريق. او ممكن في نفس البي اتش بي اللي فتحت تعرف سيمي كولون تكتب ايش ايكو. الجمله الاولى ما لهاش اوتبوت. الجمله الثانيه اللي لها ايش؟ اوتبوت. واضحه؟ صعبه؟ قبل ما نرجع لهذا في كم سلايد ها لازم نخلصهم في بيزك 2. احنا ماشيين سريع شويه. نشوف ليش ماشيين سريع، يعني في حاجة ما شرحناهاش. مرة يعني كله مفهومة. يلا. روح على بيزك دي. دي نازلة زمان. شباب. اوكي. كان المفروض ما اقومش احكي وانا واقف عشان التسجيل. صار اللي صار. لما اقول لك اكتب لي كود جافا بيعمل سبلت لسترينج بقطع سترينج حسب شغله معينه كيف تمام؟ كيف تمام؟ اوكي الذكر هي انا ميوت وهي ريكورد تمام هيك شغال. فقلت لي في فانكشن اسمها سبليت صح؟ شوف هذه المعلومه بس كفيك كمبرمج انك تجيب الكود. عرفت انه يبقى عرفنا انه الشيء ممكن اسم الفانكشن مش متاكدين منه اكتب على جوجل سبليت تكست يوزنج جافا مضبوط؟ طلع لك فانكشن. احنا بنشرح يعني ملفات بس. يعني كنت قادر ادمجهم بيزك واحد نسميها بي اتش بي بيزك وراي حالي بس خلص يعني ماشي يا حبايب. يبقى عشان تستخدم اي فانكشن اي لغه مطلوب منك تعرف عنها ثلاث شغلات. شو بتعمل؟ شو بتاخذ؟ شو بترجع؟ في اكثر من هيك؟ اديتك فانكشن وقلت لك شو بتعمل؟ شو بتاخذ؟ شو بترجع؟ بتعرف تستخدمها؟ صح ولا لا؟ يبقى ونفس الكلام ينطبق على البي اتش بي. انا مش بطلب مش طالب منك تحفظ فانكشنز او بدي اياك تكون عارف الفانكشن شو بتعمل. لو قلت لك تعال شو بتعمل تقول لي شو بتعمل بس ما مش حافظ كل حاجه عنها. لا مش مطلوب منك تحفظ كل حاجه عنها لما بتحتاجها بتشوف تقرا عنها سواء من الدوكيومنتيشن المكتوب عليها او من النت. في البي اتش بي في كثير فانكشنز للسترينج على سبيل المثال. في فانكشن اسمها اس تي ار لين. شو بتعمل من اسمها بالله عليك؟ طول الرقم طول النص صح؟ كيف استخدامها هي؟ اس تي ار لين لاحظين بدون ما تعمل اوبجكت بدون حاجه تستخدمها مباشر تديها بس سترينج. شو بترجع لك؟ رقم عدد الاحرف. فهلو وورد قال لي كم حرف هذول؟ 12. الهلو قديش؟ 5 والسبيس 6 كلمه وورد هي كمان 5 صار 11 والعلامه التعجب هي 12. يبقى بس
سبيس يا شباب تعد كاركتر زيها زي اي حاجه زيها زي الاي زي البي زي السي واضح. string word count شو بتعمل من اسمها برضه word count بتعد كلمات بعد يبقى ايش هترجع هذه اثنين لو حطيتها ان سبيس بصير ايش العدد واضح هان الان واضح يا حبايب يبقى هي بتاخذ سترينج وبترجع انتجر و وبتعمل عمليه عد هاي الثلاث معلومات اس تي ار ريف تعكس بالريفيرس يبقى هي بتاخذ من اسمها اس تي ار يجيب هذا السترينج وظيفتها تاخذ سترينج وترجع سترينج معكوس واضح؟ اس تي ار بوز البوزيشن شو بتعمل؟ تاخذ سترينج وسترينج بتدور في السترينج الكبير وين موجوده الكلمه الصغيره هذه طبعا مش شرط كلمه يكون حرفين يكون حرف يكون كلمتين وين يجوا ورا بعض هذول الكلمتين هلو وورد بدور فيها على وورد ايش قال لي سته كلمه وورد بتبلش من عند الاندكس سته عد معايا من عند الصفر واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته بينما لو هيك في لو في سبيس سان ايش هرجع لي؟ خمسه لانه سبيس وورد ببلش من عند خمسه لو ما لقاش بقول لك برجع فولس يبقى ايش قيمه الريتين فاليو؟ يا انتجر اندكس الكلمه اللي بدور عليها يا فولس معناته ايش مالها؟ مش موجود عرفنا المعلومات كلها اللي بدي اياها شو بتعمل؟ شو بتاخذ؟ شو بترجع؟ بقدر استخدمها الان واضح يا حبايب؟ بليس تقول له استبدل كلمة وورد بكلمة بي اتش بي بهالو وورد نفترض انت عرفت اسمها اس تي ار ريبليس تعال هان زي هيك هالسترينج نفترض هالسترينج تبعنا تكست بس اي سترينج اللي بدي استبدله بدي استبدل فيها تخبيص 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 بدي استبدل كل اي ال هان في شايفين عارف الاي مع الال او خلي احط مكعبات عشان اميزهم في جهان في هان كمان اي ال وفي ال اي وفي ال سبيس اي هذول اللي بدي استبدلهم بدي اقول له هان تعال اعمل لي طبعا ايكو اللي بترجع هي بترجع السترينج زي ما كان من عرفت اكتب ان اس تي ار ريبليس بس كنترول نفوت عليها بقول لك هذه بتاخذ شغله اثنتين ثلاثه وهذه شغله اختياري هذه الأولى ايش هي؟ تعال اقرأ. تلاقي فوق. الـ value اللي being searched for، الكلمة اللي بتدور عليها. هذه الكلمة اللي تستبدلها فيها. هذه الـ string اللي بدور فيه. واضح؟ طيب شو بترجع؟ return string. بترجع ايش؟ يعني بتاخذ ثلاثة string وبترجع. يبقى أنا بقدر أعملها هان. بقدر أجي هان وأقول له ايكو للناتج لانه اللي راجع ايش ماله؟ ايش اللي راجع؟ سترينج لعمليه استبدال الاي ال هذه بحرف الاكس كابيتال مثلا زي اكشن يبين معانا وين؟ في وين؟ اكس وهي سيمي كولون كيف صار؟ هي اكس ليش ما استبدلش هذه؟ وهذه ما استبدلهاش؟ الاول فيه مثلا يعني وحتى هيك مش هستبدلها ليش؟ الاي اي سبيش ال تختلف عن الاي ال واضح؟ واضح يا حبايب؟ كلهم بغيرهم استبدل هذه استبدل هذه شايف بغير شايف صار مكان اكس اكسبلود وامبلود سبلود تعمل سبلت بتقطع تاخذ سترينج تقول له قطع لي اياه من عند سترينج معين هلو ماي نيم از الي قلت له اعمل سبلود للسترينج هذا حسب السبيس حيجي عند سبيس هذا يقطع من هنا يقطع من هنا يقطع من هنا يقطع من هنا صفت كل كلمه في ايش؟ في عنصر في الاري ترجع الاري يا شباب هذه واضح؟
فبدي اجي هان اقول له بدل ريبليس بطل بينفع نعمل ايكو عشان نعمل ايش بنت ار ليش لو تلاقي ترجع الري عمليه اس تي ار او بدون اس تي ار اكسبلود صح اسمها اكسبلود مظبوط شو بتاخذ اكسبلود تاخذ شوف الديليمتر اللي يفصل على اساسه شايف شو مكتوب فوق كنت واقف عليها هي مع كنترول على الصناعه ديليمتر سترينج وليميت بس الليميت ايش في قبلي ما ياخذ قيمه نل يبقى مش اجباري واضح اوبشنال ماشي تاخذ الديليمتر بتفصل حسب الاي ال قطع لي حسب الاي ال ده مين سترينج عرفناه قبل شويه تكست هذا يبقى يجي هان ويقسم هي اول مقطع مظبوط من هان لهان اول مقطع صح طيب ضغط في الاول كمان يال هيقسم من هان وحيكون في مقطع شماله فاضي ده هفرجيك نشوف ايش الناتج هيجي هي اول قطعه من هان صح ففي عنده عشمال اول عنصر شماله فاضي مش قطعه من هان بنعدل بدي احط عنصر وهيقطع من هان وهيقطع من هان وهيقطع من هان صح هي مقطع من هان لهان مقطع ثاني ومن هان لهان مقطع ثالث وهذه مقطع رابع فاضي بس يعني بياخذ الفاضي خليني اوضح لك واضحه واضح شباب التقطيع كيف الاوبشن الرابع هو الليميت اذا اديته قيمه موجبه بس زي خمسه معناته انت بتقول لي بتقول له قطع لحد خمسه لو كانوا 20 مقطع بيجي بقطع الاربعه والخامس بحط فيه ايش؟ باقي الناس بدون ما يقطعوا يعني انت بدك خمسه بحط لك اول اربعه والباقي بحط فانا عندي كم مقطع هم هاد؟ ثلاثه نكترهم شويه نكترهم شويه قد صاروا؟ صاروا ست مقاطع صح؟ بدي اقول له بقول له بدي منهم بس ثلاثه سوري مش احنا هنا بدي منهم ايش؟ ثلاثه اداني المقطع هذا لهان والمقطع هذا والباقي ما قطعوش ما ايش يسوي؟ اعمل مقطعين ضل معه مقطع واحد ايش يسوي؟ حط الباقي ماشي هذا لو كان رقم موجب طب لو كان واحد كانك بدون ما تقطعش كله واحد لو صفر كانك واحد برضه مش حيقطع لو رقم بالسالب سالب اثنين بقطع وبحذف اخر مقطعين بحذف اخر مقطعين مش هم ست مقاطع هيجيب لي اربعه اخر مقطعين مش هيجوا واضح اخر مقطع جاي عندنا هذا هو مقطع هذا والمقطع هذا ما يجوش لانه انت قايل له ايش؟ سالب فهمنا يا شباب؟ شوف هاي التفاصيل تقدر تقراها من الدوكيومنتيشن وتفهمها. انا كنت اقول لك انه في تفاصيل كثيره يعني لكل فانكشن لو كذا لو كذا بس انا مش طالب منك تكون حافظ. اللي بتحتاجه تستخدم. في فانكشن اسمها امبلود عكسها شو بتعمل؟ تديها اري زي هذه مثلا تقول له امبلود حط بينهم سبيس للشغلات اللي في الاري شو برجع لي؟ عمر سبيس علي سبيس فون وضحت؟ تاخذ اري بترجع سترينج هذيك تاخذ سترينج وبترجع اري هذيك بتفصل حسب ديليمتر هذه بتجمع حسب ديليمتر وضحت؟ واضح يا شباب؟ هان هذول فانكشنز كثيره ثانيه وظيفتك تدور عليهم كيف تستخدمهم وش بتعمل؟ تعرف عنهم الثلاث معلومات شو بتستخدمهم؟ شو بتعمل؟ تاخذ شو بترجع؟ واضحه؟ واضح حبايب؟ ارجع على الجيت هاب شو الجيت هاب يا اولاد؟ يا حبايب ترفع عليه اكواد عمليه يعني هو مستودع للاكواد سواء لك بشكل برايفت
عشان ترجع لهم، او اذا بتشتغلوا كتيم كل واحد بيشتغل شباب تجمعوا المشروع. الحلو فيه انه للارشفه ممكن ترفع عليه اكثر من مره نفس المشروع ويقول لك هذا المشروع بيختلف عن هذا في كذا، فرق بين نفس الملف في الرفع الاول وفي الرفع الثاني، شو الصفه اللي اختلف بين الرفع الاول والثاني. حاجه يعني لازم يكون كل مبرمج بيعرفها. تيجي انت اول حاجه بتروح على الجيت هاب على النت تعمل عليه حساب. طبعا انت بتيجي بتفتح اول مره انت حيكون باين لك تعمل ايش ساين اب. لما تكش حساب انا عندي ساين ان، انا معي حساب، فبفوت يوزر نيم والباسورد تاعوني بفوت. تمام، اول حاجه بدي اعملها بدي انشئ ايش مستودع جديد، مستودع فاضي نرفع عليه مشروع. هي نيو، بقول له ايش اسم المستودع اللي بدك تنشئه، بقول له لشعبه 100 واشنطن. يلا بابليك ولا برايفت؟ خليه برايفت مش حد يشوفه. او هي كريت، انا كان شايل مستودع فاضي، هي رابطه وهي خطوات الرفع عليه. حلو، هذا اللي بدي اشرح لكم اياه. بس قبل احنا محتاجين نعمل بجهان نزل برنامج اسمه جيت. هاي بنا هذا فوت عليه نزله من هان ميكس 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 بنزل معك. اوكي، جرد ما خلصت نزله هذا بتصير تروح في اي مكان عندك في الجهاز بالزر اليمين هتلاقي شغله اسمها هذول الخيارين شايفهم جيت جي اي وجيت باش. احنا نشتغل جيت باش بس وين بتفتحها هذه؟ بتفتحها في المكان اللي بدك ترفعه، الفولدر اللي بدك ترفعه. احنا نرفع فولدر مين؟ كود تبعنا، نروح على كواد عندي على دروب بوكس كان 101 هي صح؟ بفوت على هذا الملف بدي ارفع الملف هذا شايفينه؟ باجي بزر اليمين بفتح ايش؟ جيت باش هير. حلو؟ وين فتحته؟ في المكان اللي بترفع منه عشان يكون مديني الامتداد صحيح. شايف؟ طبعا الامتداد زي ما انا بدي، امتداد المكان اللي انا فيه. جميل؟ وظيفتنا الان نربط الملف هذا الفولدر هذا اللي احنا فيه بالمستودع اللي على الجيت هاب. اول ايش اول سطر بيجي تكتب جيت انيشيت. طلع كم فولدر عندك؟ كم ملف؟ اربعه. جيت انيشيت تنشئ لك هان ملف مخفي جديد اسمه جيت. شو وظيفته هذا؟ يخزن فيه المعلومات اللي راح اكتبها لاحقا، المعلومات على المستودع اللي بدي ارفع عليه. ماشي؟ واضح يا شباب؟ حتى الان ما رفعناش. الشغله الثانيه بدي اكتب جيت، طبعا ما تقلقش الكلام ده اللي انا بكتبه هي مكتوب هان. هي مكتوب هان، اسف هان. وايضا اول ما تنشئ المستودع بتلاقيه كاتب لك اياه. ايوه بس مش كله العالم. احنا بيهمنا هذه، هذه بديش اياها مثلا، هذه بديش اياها، مش مهم يعني بدي في ريدمي فايل وهكذا. جيت انيشيت شو عملت؟ انشات لي هذا الفولدر. ها بعدين بكتب جيت اد، المفروض اقول له ايش الملفات اللي بدي ارفعها من هذه الملفات. انا بدي ارفعها مين؟ كلهم بغض النظر انه كلهم. هذه المعلومه وين تخزنت؟ هان. حلو، الشغله الثانيه المهمه بدي اكتب له جيت كوميت. كوميت معناته ايش؟ اعتماد او اعتمد. بقول له الكوميت هذه المسج تبعتها، الرساله اللي ارفقها معاها، رساله الي سواء الي للزميل اللي بيشوف كودي، رساله بس اسم اعتبره انه ايش الرساله؟ بتكتب له اي نص مثلا فيرست كوميت من شعبه 101. بقول له انت هل رفعت انا؟ لا، برضه هذه المعلومه تخزنت وين هان؟ الان ضل اقول له وين اليو ار ال اللي يرفع عليه؟ رابط، شو بدي ارفع رابط؟ بدي ادير رابط، هو مكتوب هي شايف، بدي اقول له هي جيت ريموت اد اوريجن والرابط. بنسخ هذا، سواء بتنسخ او بتكتب هذا بتنسخ من هنا او بتاخذه زي ما هو. بتلصق له اياها. رفع لسه. هاي المعلومات كلها مثلا مخزنه في ملف الجيت، الان بقول له جيت جيت بوش ماينس يو اوريجن. انا قاعد بكتب هنا كل الناس ناسي اكتب حاجه في نسخه زي ما هي عشان ما اكونش غلطان في حرف او حاجه.
هذا بحط سينتاكس من عنده جيت 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 مش عارف جيبها سورس مين داز نوت ماتش جيت بوش اوريجين كمان مره هاي بيست لهذه اوريدي اكزيست تمام وهي كوبي وهي بيست فيل طيب دي انا اعمل له مين غالبا من هذه نسينا نحط سطر المين شايفينه هذا اللي بيعمل برانش المين نيجي الان نرجع هذه زي ما هي غالبا قاعد بيرفع بس النت شويه تعيس هيرفع شايف واضح يا حبايب الان اعمل ريفرش لهذه تلاقي ملفاتنا هي ارتفعت شو اسم الكوميت اللي احنا رفعناه عدلت ضفت ملفات مفيش داعي تعيد كل هدول اللي لازم تعيده هذا مش لازم تعيده خلاص انت عملت انيشيت خطوات الشير بقول لك انا اعمل اكونت نزل الجيت جيت بتشير جيت انيشيت مره واحده عشان تشير لك ملف في الجيت تعيد هذا جيت اد اول عشان تضيف لك كل الملفات تدي له مسج جديده هذا مش داعي تعيدها لانه صار عارف اليو ار ال تبعه تعيد له هذه بس هيك بترفع منها نسخة جديدة بعد التعديل طيب بدك تنزل النسخة تروح على المكان اللي بدك اياه اذا بدي انزل هذا المشروع جهاز ثاني باجي هان جيت باش هير برضه بنفس المكان هذا شو بكتب؟ بكتب جيت كلون والرابط الرابط يا بتكون انت ماخذه يا ماخذه من زميلك بس لازم يكون عندك ايش؟ لازم يكون الرابط الريبوزيتوري هذا بابليك مش بابليك هطلب منك يوزر نيم وباسورد هل انت صاحبه ولا مش صاحبه ده ايش؟ يعني بالضبط خلاص مش حاضر المحاضره من اول اسبوع انت؟ واضح يا شباب الجيت هاب مفهوم فين تكون الامور يعني مفهومه في حد عنده اسئله الله يعافيك يا حبايب نشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي السلام عليكم